دوار مروري أم صورة مصغرة لهذه المدينة؟ جولة كالتكس في قلب عدن تحت سيطرة الدولة بعد النجاح الملحوظ للحملة الأمنية في مديرية المنصورة. قبل ذلك وفي الأشهر الأخيرة لم يعد أسفلت هذه الجولة شاهداً على الإطارات والأقدام التي تمر عليه وحسب، بل شهد العديد من عمليات الاغتيال والتفجيرات أكثر من مرة يعني اغتيالات، ورجعت الجولة حتى دي مخيفة. في إطار استهداف كوادر الدولة وقياداتها عسكرية كانت أو مدنية من قبل جماعات الإرهاب ومن يقف وراءها. الاشتباكات بين الفينة والأخرى كانت تحدث في هذه الجولة، وفي الحملة الأمنية الأولى انتهت الاشتباكات باحتراق هذا المركز التجاري، لكأن هذه الجولة صورة مصغرة من الوطن ككل. هي الوضع فيها سيء جدا. طبعا انت عارف الحركات المريبة دي يوميا المسلحين. كانت داخل هذا الدوار لا يضمن الخروج الآمن، كأنه فخ إجباري. العشرات من عمليات الاغتيال وبوتيرة شبه يومية جعلت منه شيئا مألوفا لا يعكر ازدحامها رغم تضرر العديد من المحال التجارية. تبين خلاص ما عاد حتى يجلس المحل فاضي، المحل كان يكون مليان يجلس الأسبوع فاضي يفقعوا الناس خوف، إنه ما شيء أمان. الباعة الجائلون لا يجدون موقعا أهم من هذه القناة التي تربط بين مديريات عدن، ولا شيء يوقفها عن استقبال وضخ السيارات والعابرين عبر الجسر الذي أنشئ أواخر الخمسينيات وأنشئت على إثره الجولة المسمى باسم شركة نفط أمريكية كان مقر إدارتها في الموقع ذاته. على مقربة منها جرت محاولة اغتيال محافظي عدن ولاحق بسيارة مفخخة وهم متجهون إليها للعبور إلى مديريات جنوب عدن الأكثر تأمينا من مديريات شمالها. وبين هاتين الجهتين كان دوار كالتكس يقف كقنطرة مرعبة. مدير شرطة التواهي أثناء مروره كان آخر من اغتيل في هذه الجولة الواقعة ضمن مديرية المنصورة، إذ كانت رازحة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية. تم السيطرة على كالتكس وتم تصفية المنصورة من قوى الردة والضلال، والحال الحمد لله كما أنتم شايفين. أخيرا وبعد مرور أسبوع على بدء الحملة الأمنية الثانية وما دار فيها من معارك، تعود الحركة إلى هذه الجولة مع شعور بالأمان لتواجد قوات تمثل الدولة بدلا من تربص جماعات الاغتيال. تعود الحركة تدريجيا إلى جولة كالتكس بعد هدوء معارك الحملة الأمنية في المنصورة، وبسيطرة قوات الأمن يوضع حد لمعضلة مؤرقة كانت تشكلها هذه الجولة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.